بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات كنا وقفنا عند سلايد 11 اللي هي دي. دلوقتي احنا هنبدأ من سلايد 12 لحد 15. انتوا بقى الموضوع اللي فات ده هنتكلم عن موضوع جديد اللي هو السيمي كوندكتور فيزيكس. بس كبداية السلايد دي فيزيكس شوية، لو الناس فاكرة في ثانوية عامة لما خدنا الفيزياء. عايزاكم تنسوا الرسمة دي تماما، كبروا دماغكم. الكلام ده هنشرح الدنيا مبسطة دلوقتي. دي الاتوم، تمام؟ اهو ثانيه، دي كده الاتوم عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكليوس اهو، تقريبا بتكتب كده. وفي حواليه حاجه تانية اللي هي ايه، اللي هي المدارات دي بالعربي تقريبا للناس اللي بتدرس عربي، اللي هي الاوربتس. وفي الاوربتس دي حاجات بتمشي، اللي هي ايه الحاجات دي اللي هي ننزل بيها تحت الالكترونز، تمام؟ طيب الالكترونز دي ايه شحنتها؟ كانت نيجاتيف للناس لو تفتكر، والنيوكليوس كان المفروض ان هو بوزيتيف نيجاتيف، بس هو هنا الدكتور عاملها بوزيتيف، عاملين الاثنين نعملها بوزيتيف، تمام. طيب بيقول لك ايه بقى في السلايد؟ بيقول ان مثلا هنا عايزين لون تاني نجيب ده. هنا مثلا ده النيوكليوس، صح؟ كل ما الالكترونز تكون ابعد، كل ما تبقى نشطة أكتر والإنرجي بتاعتها أكبر وقابليتها إن هي تنفصل عن الأتومز بره أكبر. يعني إيه؟ يعني هنا لو هنقول مثلا بالقوي والضعيف، الإنرجي بتاعت الإلكترون ده أضعف من الإلكترون ده، لأن هنا أنا عمالة ببعد، فكل ما ببعد كل ما البوند ما بين النيوكليوس، أو يعني الجذب ما بين النيوكليوس والإلكترون، الجذب دي او الاتراكشن فورس او الاتراكشن ما بين الاثنين او البوند ما بين الاثنين، دي كلها مسميات، بتقل. يعني كل ما المسافه تزيد الانرجي بتقل عندي، وبالتالي طالما الانرجي سوري انا اسفه، الانرجي بتاعه البوند نفسها، بصوا عشان بس الدنيا ما تتلخبطش احنا نكتبها احسن. كل ما الالكترون يبعد عن النيوكليوس، الرابط او الكونكشن او البوند ما بينهم بتقل، والانرجي بتاعته، الانرجي بتاعت الالكترون بتزيد، ففرصة انطلاقه او انه يطلع بره الاتوم بتزيد. نعملها بطريقة تانية، distance increase between، يعني المسافة، كل ما المسافة بتزيد الانرجي بتزيد، ماشي؟ في حاجة ناقصة، البوند decrease ability to be free، ان هو يبقى اسمه free electron يعني increase. نشرحها بطريقة تانية، الالكترون مثلا ده، ماشي؟ ده برضو نشرح على ده برضو، كل ما يبعد، بصوا كل ما يبعد كل ما هيقرب على انه يطلع بره خالص، وكل ما يبقى الموضوع عندي اسهل ان هو البوند اللي ما بينهم دي تتكسر. انا حاولت اجيبها بكل الطرق الممكنة عشان الناس ما تنساش. طيب نيجي بقى
احنا قلنا ان اي الكترون اسمه ايه، يعني اي حاجة بتدور اسمها الكترون، انما اللي في المدار بره اللي دايما بيكون في اخر اوربت، او برضو ليها اسم تاني معلش انا نسيت اكتبه، اسمها شيل، ده بيكون اسمه ايه الالكترون اللي بره ده، او يعني اللي في اخر شيل بمعنى تاني عشان انا عارفة اللي بيحصل، هيبقى اسمه فالنس الكترون. ماشي طيب، والفالنس الكترون ده هو اللي بيبقى اول واحد قابل انه يطلع بره الالكترون، وبالتالي هيتحول من فالنس الكترون هيبقى اسمه فري الكترون، اتحرر طلع مع نفسه كده. تمام، ده كده كل الرغي ده كله. فاضل حاجة اخيرة دلوقتي، احنا مش قلنا ان هو كل ما بيطلع كل ما بتكون عنده انرجي؟ طيب الانرجي دي بياخدها منين؟ بياخدها من حاجتين، يا light source يا اما heat source. طيب لما بياخد انرجي حرارته بتزيد، بينط اهو عشان الناس تكون شايفة، مثلا نشوف واحد تاني، نشوف ده دوت لما اكتسب انرجي حرارته زادت، فبيعمل ايه؟ بيروح ناطط على ايه؟ على الشل اللي بعديه، يفضل ينط 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 لحد ما يوصل لاخر مدار ويطلع بره خالص. لما بيطلع بره خالص دي بيتحول الاتوم دي كلها كده، بتتحول عندي لبوزيتيف ايون، ان هي فقدت حاجة. انما لو هي يعني هي كده عملت ريليز لواحد طلعته بره، طالما هي عملت ريليز هتتحول لبوزيتيف، انما لو هي فقدت حرارة فبالتالي هتشد الناس جوه، العكس بقى هتتحول لإيه؟ لنيجاتيف. نجيب الكلام ده من السلايد عشان الناس اللي تاهت. when a valence electron اللي هو بره بيعمل absorb للإنرجي من heat of light source، اللي بيحصل بيتعمل له escape، يعني بيطلع بره من الأوتر شيل، فبالتالي ده بيرزلت النتيجة تكون إيه؟ positive charge. ان هو اللي هيحصل للاتوم، الاتوم هتتحول لبوزيتيف ايون، كمثال H بلس او وات ايفر بلس، يعني اي اسم للاتوم جنبيها بلس. تمام، والاسكيب دي فالنس قلنا بيكون اسمها ايه؟ فري الكترون زي ما احنا قلنا. على العكس لو هي خسرت انرجي، الالكترونز بتفولز في الاوتر شيل بتدخل لجوه بقى، وبالتالي الاتوم بتكون نيجاتيف اللي هي ايه؟ H نيجاتيف. يعني ايه H بوزيتيف و H نيجاتيف؟ H positive يعني البروتونز بتاعتي بقت أغلب من الإلكترونز، يعني أكتر من الإلكترونز. أما لو هي فقدت فبالتالي الإلكترونز أو اللي هي إشارتها negative هي اللي هتكتر عن البروتونز. ده ملخص للدش ده كله. نيجي هنا بقى برضو هنشرحها بره، أو ممكن نشرح الرسمة دي دلوقتي. حاجة تانية بس نتكلم فيها، عندي الميتالز او الماتيريالز عامة، خلينا ميتالز احسن، ميتالز او ماتيريالز. عندي منهم ثلاث انواع، او خلينا زي ما احنا اهو. اول نوع بيكون عندي كوندكتورز، تاني نوع بيكون عندي السيمي كوندكتور، تالت نوع اللي هي الانسيوليترز. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجة الكوندكتورز بيبقى عندهم ايه؟ قابلية ان انا ability to ايه بقى؟ conduct easily، يعني بتوصل الكهرباء بسرعة. من الآخر السيمي كوندكتورز، سوري لا هنقول الانسيوليترز الأول. الانسيوليترز هما اللي ايه؟ بيمنعوا وصول الكهرباء أو الحرارة، ها يعني كله كهرباء أو حرارة. إنما السيمي كوندكتورز لهم good conductors ولا good insulators، حاجة كده ايه بين البنين. تمام،
طيب افرق بين دول ازاي، او ايه اللي خلى دول كوندكتورز وايه اللي خلى دول سيمي كوندكتورز وايه اللي خلى دول انسيليتورز؟ هنروح للرسمة اللي هنا، المفروض دول الميتالز، تمام؟ هنا في حاجتين من الباند، اول حاجة اسمها كوندكشن باند وفالنس باند، هما دول اللي بيساعدوا ان يخلي فيه توصيل للكهرباء او لا. في حالة الميتالز عندي انا هنا، ثواني نشوف هينفع ولا لا، نفعت. هنا في حالة الميتالز انا كل اللي عملته بس نقلت الصورة يعني متقلقوش. في حالة الميتالز عندي الكوندكشن باند لازقة في الفالنس باند، فالاتنين عشان لازقين في بعض، شايفين الموف دي، مفيش جاب ما بينهم، فده بيوصل على ده على طول. انما في حالة السيمي كوندكتورز الجاب اللي في النص يدوب مش هتنفع، يعني حبة توصل حبة لأ، في النص كده، وهنعرف بعدين التفصيل بالظبط ايه. انما بقى في الانسيوليتورز الجاب او المسافة بين الكوندكشن باند والفالنس باند كبيرة جدا، فمستحيل نقدر نوصل لها طاقة ان الاتنين يتربطوا في بعض فيوصلوا لي الكهرباء، تمام؟ طيب نجيبها بقى من السلايدز. هنا كل ده رغي بيقولك ان السيمي كوندكتور الباند ما بينهم صغيرة جدا، مش يعني مش هينفع ان احنا نجين اصلا، كل ده نفس الكلام. بعدين قال لي في نوعين من السيمي كوندكتور ماتيريالز دول، عندي السيليكون والجرامانيوم. عامة بس في معلومة، الاول السيمي كوندكتورز في البيور ستيت بتاعتها زي ما قلنا ما بتعملش حاجة، انما لو عملت لها شوية تطبيقات او اديتها انرجي كتير او كده ممكن اغيرها. هي جاية صريحة ان هي في البيوريتي ستيت بتاعتها مش هتنفع. هو اداني عليها مثالين، السيليكون والجرامانيوم دي. طيب ايه دي وايه دي؟ الاتنين سيمي كوندكتور بس في ما بينهم فرق. اول حاجة في الجرمانيوم الفالنس الكترون او الالكترون الجاهز ان هي تطلع في الفورس شيل، يعني في المدار الرابع، انما في السيليكون هي في الثيرد شيل. واحنا قلنا كل ما تبقى اقرب من النيوكليوس كل ما يبقى البوند بتاعتها قوية فمش هتعرف تهرب، فبالتالي الجرمانيوم سهل بسرعة جدا ان هي تكون فري الكترون، هتخرج بسرعة لان هي ابعد من بتاعة السيليكون، فونس ان هي هتخرج بسرعة دي يبقى هي كده unstable، من الاخر عاملة زي الكرة في فرو كده، اللي هي بتتحرك بسرعة عمالة تعمل لوز 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 وتتحول فتهرب فتجري، فالكلام ده مش هينفع مع الكهرباء. فبالتالي السيليكون هو احسن حاجة واضمن حاجة واكتر سيمي كوندكتور مستخدم، هتلاقوا الكلام ده كله في شرح الثلاث سطور دول. نيجي للسلايد الحلوة دي بقى، هنا كل ده بيقول نفس الكلام اهي. هنا قالوا اللي احنا قلنا عليها don't used in the pure state، عشان في room temperature الكترون بسيطة قوي هي اللي تقدر تملي الجاب، فبالتالي ما فيش اي حاجة. كل ده زي ما احنا قلنا. هنيجي هنا بقى، ده تلخيص حاجتين بسيط جدا. السيمي كوندكتورز في منهم نوعين N type و P type. عشان نلخص الهري ده كله هنعمل هنا، بصوا بقى السيمي كوندكتورز قلنا في نوعين، نعمل فاصل كده، نوع اللي هو اسمه N type ماشي، والنوع التاني اسمه بي تايب ماشي. ماشي كده ال N تايب دوت بيكون بنتا فالنت. يعني ايه بنتا فالنت؟ يعني الشلة اللي بره بتاعته فيها 5 الكترون، انما البي تايب فهي تراي فالنت، يعني اخر شيل عنده فيها كام؟ فيها 3 الكترون، تمام كده. معلومه على السريع، مش احنا قلنا ان لو يعني تفتكروا زمان في الفيزيكس اعلى رقم للالكترونز انه يكون في الشيل هو 8، صح كده؟ طيب انا عندي هنا في 5 بس، صح كده؟ تمام. المفروض كمتوسط
أو يعني مثلا هما 8 إلكترونز، عشان حاجة تتحد مع حاجة أو تكسب إنرجي من حاجة، يا هتعمل لوز يا هتعمل جين. فبالتالي أنا محتاجة عندي يا إما 4 ويعملوا يعني جين لـ4 مثلا أو العكس. فهاجي أتكلم هنا، بص أنا مش شارحة الحاجة كاملة، أنا شارحة اللي يخدمنا هنا بس. هاجي هنا الخمسة دي أسهل لها إن هي تعمل لوز لواحد وتبقى 4 وستيبل، ولا تعمل جين لـ3؟ طبعا هتعمل لوز لواحد وخلاص. فده هو اللي جاب إن هنا الـ N type دي بتعمل إيه؟ بتعمل release الـ 1 free electron، بتسيب واحد إن هو يهرب منها، مع السلامة مش عايزاك، إن هي هتبقى stable عند 4 زي ما احنا قلنا. فالأسهل لها إن هي تعمل release لواحد على إنها تاخد 3 وتكمل وتبقى stable، عشان الأتوم تبقى stable يا 4 يا 8. يبقى كده إن دي بتعمل إيه؟ دي اللي شغالة ريليزنج على طول وبتتحول لبوزيتيف. البي العكس، البي أسهل له إن هو يجين 1 ولا يعمل لوز للـ3؟ لو عمل لوز للـ3 شكرا هيطير، إنما لو عمل جين لـ1 هيبقى 4 وهيبقى ستيبل. فبالتالي هو بيعمل إيه؟ كاتش للإلكترونز، سواء واحدة أو 2 whatever. خلاص تمام. لما نيجي بنجمع الاتنين سوا بيعملوا لي حاجة perfect، بحيث ان هنا ده بيكون فيه زي هول اللي هو محتاج فيها الكترون تدخل. فبالتالي اول ما ال N type بتعمل لوز للفري الكترون بتاعتها وتبقى positive، هو بياخدها عشان يسد بيها الهول دي ويبقى ايه negative. ديت بيبقى اسمها donor. يعني ايه دونر؟ متبرع عشان تفتكروا تمام. انما ال P type بيكون acceptor، كأنه بيعمل accept للتبرع بتاع مين؟ بتاع ال N type. ده كده ملخص شرح كل الهري ده. لو خدتوا بالكم ال N type بتعمل ايه؟ release اهي لل free electron، انما ال P type بيعمل ايه؟ بيبقى فيه هول، فاللي بيجي هو بياخده، وهنا هي متبرعة فاسمها ايه؟ دونر. انما هو هنا بيعمل accept بيبقى اسمه ايه؟ acceptor. نيجي هنا الحتة اللي احنا شرحناها، لو احنا جمعنا ال N وال P مع بعض بيحصل ايه؟ دي تعمل release هوب ده ياخدها، دي تعمل release ده ياخدها. طيب في حاجة بقى، التنقلات دي او اللي تشارج ترانسفير الكترون، ان دي تمشي من هنا وتروح هنا ودي تمشي من هنا وتسد الهول هنا، كل ده كده العملية دي اسمها ايه؟ اسمها diffusion. تمام. يبقى كده احنا شرحنا كل ما يختص بالبيزكس او الفيزكس بيزكس بتاعة السيمي كوندكتورز، اللي فهمنا اصلا ده معتمد على ايه وده معتمد على